قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة دخل فعل ماضي، فعل إيه؟ يعني أنت لما تقول تدخل على طول، لا أنت مش تدخل، أنت مولود في جنة التوحيد، أنت مولود في جنة اسمها جنة الإيه؟ التوحيد. لا إله إلا الله دي جنة، جنة عظيمة، سيدنا محمد رسول الله. جنة التوحيد أعظم جنة، والجنة التي في الآخرة ما هي إلا امتداد لجنة التوحيد. يعني جنة الآخرة اللي أنت مستنيها دي هي امتداد لجنة الإيه؟ التوحيد. اغتنم، اغتنم فرصة الاستمتاع بالتجليات التي قد لا تجدها في جنة الآخرة. في تجليات هنا مش هتلاقيها هناك، خلي بالك، استمتع بيها، استمتع بيها هنا جدا. كونك عملت الذنب وشفت ستر ربنا وشفت غفران ربنا وشفت رحمة ربنا وشفت إن ربنا سبحانه وتعالى أخرك عشان تتوب، حلاوة كل هذه التجليات لن تجدها في جنة الآخرة، هي في جنة التوحيد في الدنيا، لأنك هناك مش هتعمل ذنوب. هو أنت هتعمل ذنوب في الجنة؟ خلاص. فحلاوة الحاجات دي اللي أنت بتحس بيها في الدنيا مش هتلاقيها هناك. لما تعاني في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى يجعلك تعاني ويبقى عندك آلام، وتشوف بقى تجلي ربنا عليك باللطف والحنان في وسط هذه الآلام، كل دوت مش هتلاقيه هناك. انت لما تبقى في الجنة بتاعت الآخرة تقول يا فين أيام، فين أيام الألم، عشان كان فيها إحساس حلو، كان فيه استعذاب لتجليات انت مش هتلاقيها هناك. جنة التوحيد، جنة ايه؟ التوحيد.